مرحبا، أنا اسمي محمد الأغا من غزة، بعمل تخصص أشعة في مستشفى جامعة شيكاغو، University of Chicago Medical Center. أنا حبيت اليوم أحكي على موضوع أظن أتوقع الأخ حاتم تواصل معي على أساس أنه يعني نحكي في موضوع الباثوي لأمريكا. يمكن في ناس حكت في موضوع الـ USMLE قبل هيك، بس أنا كنت حابب أركز على موضوع الأشعة خاصة في أمريكا. وزي ما احنا عارفين أمريكا الطريق تقريبا إلها يعني معروف عن طريق الـ USMLE وماتش في الريزيدنسي، وبعدين تعمل ريزيدنسي، وبعدين ممكن تعمل تشتغل أو تعمل فولوشيب. بس في الأشعة وفي تخصصات تانية زي العيون والتخدير، أنت لو مخلص من بلدك تخصص ممكن انه تمشي في طريق اسمه الالترناتيف باثوي. الالترناتيف باثوي معناه انه انت ممكن تعمل شغله بديله عن الريزيدنسي عسبه انك تكون انت eligible for the board exams. board exams يعني الامريكان بورد في التخصص تبعك، يعني في الاشعه الامريكان بورد اوف راديولوجي، في العيون والتخدير نفس الشغله. ف الأمريكان بورد اوف راديولوجي عندهم حاجة اسمها الالترناتيف باثوي، اللي هو عبارة عن انك تعمل تدريب 4 سنوات في مستشفى في أمريكا معتمدة عندهم، معناه انه لازم يكون عندهم ريزيدنسي بروجرام. يعني ما بنفع تروح على مستشفى خاص او مستشفى مثلا جاي من يعني برايفت هوسبيتال او عياده وتقول لهم انا بس بدي اتدرب عندكم 4 سنوات. فانت لازم انه انا اسف لو انقطعت، بس الاولاد يعني اليوم السبت واكيد لازم يدوشونا. فانت ممكن انه يعني تقدم على مستشفيات. كتير من المستشفيات هنا في امريكا في قسم الاشعة فاهمين القصة هذه للاجانب. الطريق بيكون بالطريقة التالية، يعني اول حاجة لازم انت تكون مخلص امتحانات اللي يوسم لي كلهم، يعني included step 3. في بعض المستشفيات ممكن تسمح لك انه يعني تستثني ستيب 3، بس بشرط انه تكون انت جرين كارد هولدر او يو اس سيتيزن. فلو انت معك يعني اقامه وشي ممكن يستنوا عليك، لانه ستيب 3 بتكون تقريبا يعني عشان تاخذ الفيزا الاتش 1 بي فيزا، يعني شويه الموضوع شويه كومبليكيتد. بس بغض النظر، فلازم انت تكون يعني مخلص امتحانات اليو اس ام ال اي، وتكون مخلص من بلدك تخصص اشعه، وتجيب اوراق بتثبت في الموضوع هذا. معظم البلدان مثلا زي بلدنا او بعرفش في مصر في الاردن، معظم الناس مثلا ممكن يعملوا 4 سنوات زي البورد الفلسطيني، البورد الاردني، البورد العربي، ممكن الزمالة المصرية. بغض النظر عن المسمى، بس انت لو جبت اوراق بتثبت الموضوع وخلصت امتحانات المعادلة ممكن تقدم على مستشفيات. معظم المستشفيات زي ما حكيت فاهمين القصة هذه، بس للأسف ما في مستشفيات كتيرة بتعطيك 4 سنوات مباشرة. يعني أظن مستشفى أو مستشفيين في أمريكا ممكن يعطوك الشغلة هذه، وعشان هم قلال في عليهم منافسة. لكن اللي بيصير مع الكل وأنا واحد منهم، إنه أنت بتدخل أول سنة وبعد هيك بيعملوا لك يعني build الفور years، يعني سنة بعد سنة. في زي اللي صار معي أنا مثلا في مستشفى جامعة شيكاغو، كان عندهم available spots في السنوات اللي بعد هيك، فخلص انت من يوم ما تبدأ معهم بتصير انت ابنهم، خلص انت ابن المستشفى، فانت إلك أولوية عن ناس تانية. فبعرفوك تشتغل معهم، تشتغل كويس على حالك. طبعا كلنا اول ما يجي متغلب يعني نتأقلم مع السيستم، تفهم الناس، حتى آلية كتابة التقارير بتكون شوية مختلفة. فهذا كله بيخلي موضوع انه تتأقلم
ممكن ياخد شويه وقت. فعشان هيك لازم تشتغل، يعني بتكون انت مضطر انك انت مثلا يعني تتعب شويه زياده عن الناس العاديه او عن الامريكان اللي هم اساسا بيعملوا تدريب، لانه يعني المهتم في الموضوع هنا في امريكا في موضوع كتابه التقارير او كيف عمليه التدريب، انت بتكون قاعد مثلا في الريدنج روم، وبيكون مثلا الاخصائي اللي هو هنا بسموه الاتندنج والترانيز اللي هم انكلودد، يعني يشملوا الاطباء المقيمين اللي هم الريزيدنتس والفولوز. فانت بتختار الحاله، بتكتب عليها تقريرك الاولي، بتعمل له باس للاتندنج، بيقراه وبيشوف الصور هل بوافق معك او بوافقش معك، في تعديل بتعدله، فالامور هذه. فهذه امور تفاصيل يعني بدري رح نحكي عنها، بس اللي بصير انه كيف الاليه. اول حاجه انت بتيجي هنا على امريكا، او قبل ما تيجي على امريكا بتكون مخلص اكبر قدر ممكن من امتحانات اليو اس ام ال اي، واتوقع انه في ناس حكت عن موضوع اليو اس ام ال اي، ما بدي اخش فيه كتير وكيف تعمل وايش تحضر له، اتوقع في ناس قبل هيك حكت عنه. بعد هيك موضوع التقديم بصير انه انت يا بتقدم مباشرة في الماتش او بتتواصل مع المستشفى نفسه. هو الافضل انه تقدم على الماتش رسمي عشان لو يجيك انترفيوز، لانه حتى الافيلابل بوزيشنز اللي بتكون او السبوتس اللي بتكون يعني بيكون لهم شوية شروط معينة، بدهم ناس معينة او مثلا عندهم يعني خبرة في امريكا، معناه عمل تريننج في امريكا، بس هذه معظم اللي بطلبوها. بعد ما تخلص امتحانات اليو اس ام اي بتقدم على الماتش زي ماتش الريزيدنسي بسموه ماتش الفولوشيب، وربنا ان شاء الله برزقك في الانترفيوز. طبعا الانترفيوز في الفولوشيب مختلفة شوية عن الريزيدنسي، ما بدوروا على الرسميات اكتر ما بدوروا على ايش انت عندك خبرة وايش اتعلمت. يعني انت مثلا ناوي تروح على او مقدم على فولوشيب على سبيل المثال نيوروريديولوجي زي اللي بعمله أنا الآن، السنة هذه أنا بعمل نيوروريديولوجي، بصير بيسألوك عن تفاصيل. طب أنت في الريزيدنسي في بلدك قديش عملت نسبة، قديش كان نسبة النيورو من التدريب تبعك مثلا 30%، إيش عملت، إيش الكروس سيكشنز إيميجينج اللي عملتهم، اشتغلت سي تي ومراي، كيف كانت آلية الكتابة، عملت أبحاث أو ما عملتش. طبعا طب انت عملت امتحانات دولية، الامتحانات الدولية بتساعد تثبت انه انت مستواك كويس. يعني انت لو مثلا عامل الاف ار سي ار، انا كنت عامل الجزء الاول من الاف ار سي ار، وكنت عامل الجزء الاول من البورد العربي، ما بيعرفوا كتير البورد العربي اكتر ما انه بيعرفوا الاف ار سي ار. فقيمة الاف ار سي ار مش انه بتساعدك للقبول، بتعطيهم امبريشن على انت مستواك مستوى كويس. فالنجاح في الامتحانات الدولية بتساعد تثبت مستوى التعليم تبعك، فهذا حاجة كويس. يعني انت وجاي من اي مكان في العالم وانت ناجح في امتحانات المعادلة البريطانية، بتساعدك تعطيهم impression او يعني زي انطباع انه انت مستواك العلمي كويس. وشغلة تانية لغتك الانجليزية، يعني هذه اهم شغلة في الموضوع، انه ما بدهم يتعاونوا مع او يعني يشتغلوا مع واحد لغته الانجليزية شوية ركيكة، هذه مهمة جدا في موضوع الفولوشيب. صحيح علامات اليو اس ام ال اي بتفرق، يعني الأشعة زي ما الناس كلها بتعرف شوية كومبيتيتيف، يعني عليها منافسة من الأمريكان وغير الأمريكان. فعشان تثبت وجودك لازم تتغلب اوفرلاب على الديفكتس تاعتك، يعني مثلا أنت أجنبي ما معك أوراق، بيعملوا لك فيزا. انت اجنبي ما معك تريننج، فهم حيتغلبوا في الاول، يعني بعض المصطلحات تستخدمها في الكتابة التقارير غير اللي احنا بنستخدمها. فعشان تتغلب على الموضوع هذا لازم تثبت لهم ان انت مستواك عالي، علامات عالية في اليو اس ام ال اي، السي في تبعك كويس، اللي بيساعد كتير انك تكون عامل تريننج جزء من التريننج مثلا في دولة تانية. شغلة مهمة جدا موضوع letters of recommendation، رسائل التوصية. رسائل التوصية طبعا احنا كلنا بنجيبها اول ما بنقدم، بنجيبها من بلادنا طبعا من الاخصائيين اللي اشتغلوا معنا. بس الحاجة الكويسة واللي هم بدوروا عليها انك تجيب رسالة توصية من دكتور عمل التريننج تبعه برا الدول العربية، يعني مثلا واحد عمل التريننج تبعه في بريطانيا او فرنسا، مش طبعا ما بعرف حدا عمل التريننج تبعه في امريكا، بس لو حد عمل التريننج تبعه او عمل التخصص تبعه برا الدول العربية
قيمة رسالة التوصية كبيرة. قطر يعني أنا لما قدمت كانوا مطلوب إنه يعني هل في حدا عمل التريننج تبعه في دولة؟ طبعا أنا والدي دكتور سامي الأغا هو عمل التريننج تبعه في إيرلندا، بس عشان أبويا ما بنفع، فجبت رسائل توصية من أطباء عملوا التريننج تبعهم برا، يعني برا غزة والأردن ومصر. يعني لازم تكون، مش لازم بس يفضل انك تكون جايب ناس، او اذا في ناس مثلا بيشتغلوا في بريطانيا مثلا معه FRCR وبيشتغلوا، انا بعرف ناس بيشتغلوا في بريطانيا، ف يعني ممكن انه الشغل هذه تساعد كتير. الابحاث، لو انت عامل ابحاث او مشتغل في الابحاث او شغال مع حدا في الابحاث، ايش ما تكون قيمة الابحاث. في الاشعة طبعا احنا عارفين انه مش مثلا زي بعض التخصصات تانية، ممكن تشتغل على بحث وتقعد فيه مثلا أشهر. أنا كل اللي كان عندي أبحاث case reports و case series، يعني مش حاجة كبيرة، بس طبعا بتعطيهم impression إنه أنت كنت عندك يعني balance في الريزمي تاعتك، إنه أنت كنت تشتغل وبتعمل شوية حاجات، يعني ممكن يعني يكون عندك قابلية إنك تشتغل فيهم. فهذا اللي ممكن يساعد السي في تبعك في إضافة، يعني إضافة في انه to consider your application. طبعا السبوتس في الأشعة في الفولوشيب هنا مختلفة، في فولوشيبات very competitive زي الانترفنشنال راديولوجي، النيورو راديولوجي، الماسكولوسكيليتال، هدول الثلاثة شوية بتكونوا صعبين. يعني طبعا ممكن ربنا يوفقك ويحصل، يعني ممكن يكون قصة او يعني حد فتح عنده سبوت زي اللي صار معي في يونيفرسيتي اوف شيكاغو، احتاجوا حدا فاخذوني. بس في تخصصات تانية الامريكان ما بينافسوا عليها، يعني زي مثلا قصة ليش كل الاجانب بروح بيعملوا باطنة في امريكا، لانه ما عليها منافسة من الامريكان، يعني مش ما عليها منافسة، عليها منافسة بس اقل مثلا من الجراحة والتخصصات الصعبة. نفس الاشي في الاشعة، في طبعا تقريبا 12 او 13 سب سبيشاليتي في الاشعه، في 3 4 على راسهم الانترفنشن راديولوجي، صعبه كتير انك تحصلها من الاول، ممكن تحصلها ليدر اون، يعني برضو انك تتبع طريق ملتفف alternative pathway، انك تمشي تكون بوابتك للدخول التخصصات الصغيره، او مش التخصصات الصغيره، التخصصات اللي ما عليها منافسه من الامريكان، خلينا اقولها اصح، زي مثلا الكارديوثراسيك ايميجينج، النيوكليير ايميجينج، ممكن بعض الأماكن أبدومينال إيميجينج، بس هي الكارديوثراسيك والنيوكليير ميديسن بتكون هي عبارة عن أقل منافسة، فممكن يكون بوابتك للدخول، فأنت ممكن تتواصل معهم. شوية في الفولوشيب الموضوع شوية مختلف عن الريزيدنسي، معناته أنه أنت ممكن تتواصل مباشرة مع البروغرام دايركتور. في معظم البرامج بيكون حاطين الايميل تبع البروجرام دايركتور على الموقع، يعني في اماكن مواقع مثلا اللي بعرف في الاشعه، في جمعيه هنا في امريكا اسمها الار اس ان اي، راديولوجيكال سوسايتي اوف نورث امريكا، هذه اكبر جمعيه اشعه في العالم، فيها السبوتس اللي فاتحه في مثلا 2021 2022 في الفولوشيب، فممكن تفتح الموقع اذا حد بده مثلا مساعده، ممكن احط اللينك انه تشوف الفولوشيب بوزيشنز اللي موجودة وأفيلابل للسنوات الجاية. عادة انت لما تقدم على الفولوشيب، لو انت قدمت بالطريقة الروتينية اللي هي بسموها الماتش، الماتش عبارة عن 2 سايكلز، واحد في شهر 7 وواحد في شهر 12 كل سنة، تبع شهر 7 بيكون للسنة التالية، يعني انت بتقدم مثلا 2007-2020 لو حصل لك ماتش بتبدأ 2021، لكن الماتش تبع 2000 تبع ديسمبر تبع شهر 12 بيكون للسنة اللي بعدها، يعني انت بتقدم في شهر 12 بتطلع النتيجة في شهر تقريبا 6، بس بيكون للسنة اللي بعدها، يعني بعد، يعني لو قدمت في شهر 12 2020 وطلعت النتيجة في شهر 6 2021، انت بتبدأ الفولوشيب في شهر 7 2022. احنا عارفين هنا في امريكا السنة الدراسية بتبدأ في جولاي 1 ريزيدنسي و فولوشيب نفس الشغلة. فهذا اللي بصير، ويعني بس في كتير أماكن بصير بعض المرات بصير إنه يعني
بصير عندهم افيلبل سبوتس فجأة، يعني مثلا واحد اعتذر من الامريكان كان يجي يعمل فولوشيب، حصل شغل، اعتذر عن الفولوشيب، خلاص ما بده فولوشيب، هو بس بده يروح يشتغل، بيفتح بوزيشن عندهم. او ممكن انه برنامج صار له اكسبانشن، يعني صار مثلا كانوا بياخذوا مثلا اثنين، صاروا بياخذوا ثلاثة السنة هذه، وفجأة اجاهم القرار، يعني ما طولوا، فجأة اجاهم القرار وصار بدهم ثلاثة. يعني فممكن انه يفتحوا بوزيشن فجأة ويطلبوا واحد بسرعة. فالامريكان معظمهم بيكونوا يعني في تريننج بروجرام، فساعتها ممكن يعني يكونسيدر الاي ام جي اللي هو الانترناشونال ميديكال جراديويت. فهذا اللي ممكن يصير. اذا في حدا مثلا حابب يسأل يقول مثلا من وين ابدا، ايش اعمل، انا وجهة نظري انه اول خطوة تكون بالنسبة لك تكون انت يعني ماشي في اليو اس ماليز وماشي او على وشك تخلص التخصص تبعك في بلدك. طبعا ممكن انك تقدم انت بالطريقة الروتينية وتقدم على الراديولوجي ريزيدنسي طبعا، بس ساعتها لازم تعمل سنة بسموها بريليم، يعني تعمل سنة باطنة زي سنة الامتياز وبعدين تروح تعمل 4 سنوات. بس انت بالطريقة الفور يير باثوي ما بتطلب منك سنة امتياز، يعني خلص بتعفوك من سنة الامتياز. بس في شغلة مهمة وحابب الكل يعني يكون واضح، لو انت بدك تعمل الطريق هذا الفور يير باثوي، للأسف في صعوبة واحدة بتواجهك، انه لازم تعمل 4 سنوات في نفس المستشفى. يعني هذا الشرط الصعب اللي الكل بواجهه، يعني ما بنفع كل سنة تغير المستشفى. فصعوبة الموضوع انك تلاقي مستشفى تعمل فيه 4 سنوات في نفس المكان، يعني تلفلف في اجسام الاشعة في 4 سنوات. فهنا بيصير موضوع الصعوبة شوية في الموضوع. لكن في وجهة نظري انه الطريق الاول انه لو تحصل سنة واحدة، لانه معظم الناس بتحصل سنة واحدة. اذا ما قدرت تحصل تكمل بعد هيك، ممكن تغير المستشفى، بس ساعتها السنة اللي عملتها مش هتنحسب لك، هتضطر تعمل كمان 4 سنوات. معظم الناس هيك بتعمل، يعني ال4 سنوات ممكن تاخد معهم 5 أو 6 سنوات. وجهة نظر وجهة ناس الناس كلها انه ما بتفرق، as long as يعني انت بتعرفوا في امريكا المعضلة الكبيرة انه انت تكون داخل في السيستم. وانس انك دخلت الموضوع مسألة وقت، يعني لو ما حصلتها بال4 سنوات هتحصلها بال5 أو 6 سنوات ان شاء الله. طبعا فيش شيء مضمون، بس هو اللوجيك يعني المنطق بيقول هيك. فمعظم الناس اللي عملوا، انا بعرف كتير ناس مصريين او مجموعة مصريين عملوها، بعرف اتراك، ما بعرف كتير من الناس اللي راحوا في قطر عملوا تخصص في قطر بيعملوها، لانه في قطر اساسا بيطلبوا يو اس ام اي في القبول، فبيكون يكمل مشوار اليو اس ام اي، بيكون موضوع بالنسبة له سهل. وشفت ناس كتير مصريين واردنيين وحتى ما بعرف فلسطيني، يعني انا بعرف انا بس الفلسطيني اللي بعملها، بعرف واحد من نابلس بس هو عمل في قطر، بس فلسطينية عملوا التريننج تبعهم في فلسطين وبيعمل الفور يير باثوي، ما بعرف حدا. بس ما بتفرق وين عملت التخصص تبعك، as long as انك انت تثبت له ان انت مستواك كويس. طبعا الكل في الاول بتغلب زي ما حكيت، بس يعني في الاخر يعني بعد فترة معينة 3-4-5 شهور تقريبا انت بتصير موازي لمستوى وحتى ممكن اعلى من مستوى الامريكان ترينيز. فهذه بشكل عام الموضوع. اذا في حد عنده اي استفسار عن كيف الالية، بس زي ما حكيت انه الافضل يعني الايديال انك انت تكون مثلا في سنة تانية او تالتة في التخصص تبعك في الاشعة وتبدأ تفكر في اليو اس ام دي. اذا انت عامل خطوة واحدة مثلا زي ستيب 1 ممكن تكمل السي كي، وفيش الان سي اس في الاو او تي، بس توقع انه بعد فترة ممكن يفتحوها، وتعمل ستيب 3. يعني تكون انت في نفس الوقت اللي بتعمل التريننج تبعك في الاشعة ماشي في موضوع اليو اس ام اي، على اساس انه انت يعني زي اللي بيكون متخرج من كلية الطب وبيكون معه كل اليو اس ام اي، فبسموه فريش جراديويت. نفس الشغلة هنا، ما يكونش في جاب بين انهاء تخصصك وتبدا الفولوشيب. فهذا هو الايديال. اذا في حد عنده اي استفسار في الموضوع، اللي بده يستفسر عن العيون والتخدير ممكن اعمل محاضرة. انا ما بعرف زي الاشعة لانه انا تخصص اشعة، بس بعرف ناس ماشيين، بعرف شخص واحد ماشي في التخدير، هو للأسف مش عربي،
فما بعرف إذا بيقدر يساعدنا في الموضوع، بس بعرفه شخصيا. والعيون، العيون شوية أصعب، لأنه العيون مش بس 4 سنوات، العيون ممكن تأخذ 7 سنوات. بس إذا في حد ممكن إنه بيسأل عن العيون، ممكن إنه نعطيه اللينك ويعني إنه يستفسر عن الموضوع. بس التخدير بالضبط زي الأشعة. فهذا بشكل عام الموضوع. إذا حد بحب إنه يسأل أو يستفسر عن بعض الشغلات، أنا ما عندي مشكلة. وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم.